انت يا ابني، انت يا عم. نعم، انت عارف ان في مجال بيقدر يكسب الناس الاف الدولارات شهريا وانت قاعد هنا؟ يا راجل صدقني والله الموضوع ده حقيقي، يعني في ناس فعلا بتكسب الارقام دي، واعرف ناس شخصيا فعلا بيكسبوا الارقام دي، واعرف يوتيوبرز صحابي كده، هو صحابي زي ما انت صاحبي كده، بيكسبوا ارقام رهيبه من الموضوع ده. يعني ايه؟ اخلص هقول لك، بس لحظه واحده. الحلقه دي برعايه ايرن كاش 1. الموقع ده موقع جي بي تي عادي جدا، بيقدر انه يخلي الناس تكسب عن طريق الجي بي تي، عن طريق مشاهده فيديوهات، عن طريق الدخول على اللينكات. كنت شرحت اكتر موقع جي بي تي قبل كده، الحمد لله كلهم انتهوا نهايه مأساويه، ولكن ان شاء الله الموقع ده يكون مختلف. الموقع ده اللي هو يعني كويس لحد كبير، ارقامه معقوله ومناسبه جدا، الارباح بتاعته مش كتير طبعا زي اي موقع جي بي تي ما عدا المواقع النصابه، ولكن الموقع ده الحمد لله ارقامه تعتبر مناسبه جدا للموقع، وما تلاقوش منه. ان شاء الله الموقع ده تمام، ما فيش اي مشكله، وان شاء الله صادق 100%، وهيفضل صادق طول ما انتوا تمام في الموقع، طول ما حدش فيكم بيحاول ينصب على حد، طول ما حدش فيكم بيحاول انه يخترق الموقع بشكل ما او يخترق سياسات الموقع. فاتمنى تكون ليجل في الموقع بحيث انه يقدر يستمر. دي الفكره، ده اللي بس اللي انا عايز اطلبه منك يعني. تسجيل في الموقع بشكل بسيط جدا، يوزر نيم وباسورد وحاجات بسيطه وايميلك وحاجات خفيفه جدا، وبعد كده تدخل بقى تتفرج على شويه فيديوهات، تعمل شويه مهمات زي مثلا انك تعدي اختصار روابط، حاجه زي كده، وبس بتكسب نقاط، والنقاط بتحولها لفلوس. الموضوع بسيط جدا، والسحب عن طريق فودافون كاش وباي بال والحاجات البسيطه دي. لو عايزين شرح الموقع اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه عشان يوصلك الشرح، لو عايز يعني شرح الموقع وقول لي في الكومنتات تحت ان انت عايز شرح الموقع ده، ولكن مع ان الموضوع مش مستاهل قوي. خلينا نكمل. بص يا عم، السي بي اي ده هو كوست بير اكشن، صح؟ بص على ايه؟ كوست بير اكشن. كوست بير اكشن يعني ايه؟ يعني مثلا انك تعمل حاجه، يعني انك تعمل حاجه وتاخد عليها فلوس. بس لحظة واحدة اتأكد. ايوه زي ما انا قلت لك كده بالظبط، زي تسويق. انت كل اللي بتعمله انك بتخش على موقع مثلا من مواقع السي بي اي اللي انا هقول لك عليها دلوقتي، مكتوبة هنا. ايوه تمام، هتخش على موقع من المواقع دي وبس، كل اللي هتعمله انك تعمل شوية مهام تسويق. انت فاكر الموضوع سهل؟ طريقة الكلام دي؟ لا، الموضوع مش سهل، الموضوع صعب جدا، وقليل جدا اللي بيقدر يحقق ارباح كبيرة من الموضوع ده. ولكن انت لو اتعلمت، وفي ناس تقدر تعلمك، ولحسن حظك الناس دي موجوده على النت حاليا، فتقدر انك تكسب ارقام كبيره جدا من موضوع السي بي اي ده. لو انت بس قدرت انك تركز فيه وتتعلمه كويس، هتقدر تحقق. الناس دي بتحقق الاف الدولارات، ما اعرفش انت ممكن تحقق كام. فالموضوع بيبدا من 1000 دولار وانت طالع في الشهر. لا، في ناس حققت 1000 دولار في يوم بصراحه من الموضوع ده، ومن موقع هقول لك عليه النهارده كمان. وفي ناس يوتيوبرز عاملين شروحات و قوائم تشغيل قد كده عن المواقع دي، فانت تقدر انك تتعلم وتقدر انك تكسب الموضوع ده بدايه من النهارده، مجرد بس انك عايز تتعلم وتقول انا هتعلم، فتبدا النهارده انك تشتغل على الموضوع ده وتقدر انك تكسب منه فلوس. بس الموضوع بسيط جدا، والمواقع موجوده ومش محتاجه راس مال كبير. يعني الموضوع حتى في الاول بيبقى محتاج شويه حاجات كده وادوات، مش عارف بكام بالظبط، ولكن يعني هتعرف الكلام ده كله لما تخش على القنوات دي وتتابع القوائم التشغيل دي، هتعرف كل حاجه. ولكن بس انا حبيت النهارده يعني اعرفك يعني ايه السي بي اي، هو ايه احسن مواقع بقى. عندك مثلا يا عم مواقع السي بي اي، من اكبر مواقع السي بي اي هو بيرفلاي، عندك بعد كده ماكس بونتي، وعندك بعد كده كليك بانك، عندك كليك ديلر، عندك كذا موقع انت ممكن تستفيد منه وممكن تشتغل فيه بنفس الطريقه. وحلاوه السي بي اي ان هو فكرته واحده، فكره التسويق، انك تسوق الناس، تعمل بيجات وتعمل حاجات انك تسوق للناس ان هم مثلا يخشوا مثلا حاجه. برده من حاجات السي بي اي ان هو يخش يكتب اسمه ورقم الزد اي بي كود، ويكتب شويه معلومات عنه، ويعمل تسجيل في موقع زي اي موقع في الدنيا. انت كده بتاخد عموله على الشخص ده. في الاف المواقع النصابه في السي بي اي، خد بالك، حاجه زي سي بي اي ليد ده يعني من اكبر المواقع اللي كانت موجوده، وتقريبا لحد دلوقتي الناس بتقول ما بيحسبش عمولات وحاجات كده، ففكنا احنا الموضوع ده. عندك بيرفلاي كويس جدا، وماكس بونتي، وكليك بانك، وكليك ديلر. تمام، طب وازاي اتعلمه؟ من احسن القنوات اللي انا شفتها بصراحه في اليوتيوب عامه في كل السنين اللي فاتت، كانت قناتين او ثلاث قنوات بالكتير، ولكن من اهم القنوات دي قناه احمد يحيى، وقناه تانيه طبعا هي قناه هلال المعلوميات. القناتين دول من احسن القنوات اللي انا شفتهم لحد دلوقتي في السي بي اي، ومن احسن الناس اللي بتنشر سي بي اي بصراحه. احمد يحيى حصل وقناته اتقفلت قبل كده، ولكن عمل قناه تانيه، والراجل راجع بقوه بقى، راجع بيقول لكم انا هعمل لكم دورات سي بي اي حصريه، مفيش ما اتنشرتش قبل كده، ده كلامه في الفيديو اللي عمله. فلو دخلت على القناه بتاعته هتلاقيها في الوصف، وهتلاقي تفهم الموضوع ده كله، يعني هتلاقي
فعلا بدا ينزل دروس سي بي اي وبدا في تفاعل على الموضوع ده، فخش استفيد منه. الراجل ده بصراحه استاذ في مجال السي بي اي. عندك الثاني عملاق برده في السي بي اي هو هلال المعلومات، وعندك قناه ثالثه برده محمد الريان برده كويس في السي بي اي، ولكن انا بقول لك على القنوات اللي انا بتابعها واللي انا بتفرج على محتواهم. فالناس دي فعلا كويسه جدا جدا جدا، ثلاث قنوات دول هلال احمد يحيى ومحمد ريان، الثلاثه كويسين جدا في محتوى السي بي اف، ممكن تتابعهم عادي يعني. انت مالك يا ابني عمال نازل طالع؟ طب بص عليا، ده موقع جديد كده بتعرف اسمه تيك توك. ايه تيك توك؟ لا 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 لا، مش تيك توك اللي في دماغك خالص، ده موقع ربحي جديد حلو جدا يعني، الريت تبعه هتلاقيه كويس جدا بصراحه، وفي شويه حاجات في الربح يعني هتعجبك، ولسه مازال بينشر حاجات في الربح، فهتلاقيه في الوصف برده لو عايز تخش عليه. نويت على ايه تتعلم؟ ماشي. مصطفى نسي يقول حاجه مهمه بس، قال لي ان انا اقولها لكم، ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه، كنت عمر تشوف مصطفى، فلو عايز مصطفى يستمر ويعمل فيديوهات تانية زي دي واحسن فاعمل لايك للفيديو واشترك في القناه، اللايك بتاعك بيفرق جدا، وما تنساش تعمل لايك ونوصل الفيديو ده 1000 لايك، لو تعرف توصل الفيديو ده 1000 لايك يبقى انت صاحبي واخويا وصاحب مصطفى وصاحبنا احنا الثلاثه بقينا صحاب بقى وكده، فاعمل لايك للفيديو، اشترك في القناه، فعل الجرس، وبس كده، سلام.